الأهلي يخوض تدريباته على الملعب الفرعي باستاد رادس. موسيماني يمنح ثنائي الأهلي راحة من التدريبات اليوم. موسيماني يجتمع مع أبو عبلة على هامش مران الأهلي. تدريبات بدنية متنوعة في مران الأهلي بتونس. سفير مصر في تونس يحضر مران الأهلي. تدريبات قوية لثلاثي حراس المرمى في مران الأهلي. أكرم توفيق ينتظم في مران الأهلي بتونس. تقسيمة قوية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي. ناصر ماهر الأهلي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الترجي. سعد سمير جمهورنا أكبر حافز لتحقيق الفوز وهدفنا التتويج باللقب العاشر. دي أخبار بعثة النادي الأهلي في معسكر الأهلي في تونس. أهم الأخبار برضو امبارح كان في مباراة مرتقبة ما بين منتخب تونس ومنتخب مالي. كابتن علي معلول لعب امبارح المباراة 80 دقيقة، أيضا أليو ديانج كان موجود في المباراة 60 دقيقة، الاثنين انضموا لمعسكر الفريق امبارح. النهاردة كان في تدريب استشفائي، تدريب استشفائي النهاردة للاثنين اللعيبة علي معلول وأيضا أليو ديانج. أكرم توفيق بنطمن جمهور النادي الأهلي، أكرم توفيق عشان الإصابة اللي كانت عنده من المنتخب الأولمبي في مباراة جنوب أفريقيا الأخيرة، الحمد لله أكرم توفيق سليم بنسبة 100%. أكرم توفيق النهاردة شارك في التدريبات، شارك في التدريب النهاردة كاملة، ظهر بشكل جيد النهاردة في التدريب. أيضا بنطمئن جمهور النادي الأهلي على محمد مجدي أفشة، النهاردة برضو خد التدريب النهاردة بشكل كامل الحمد لله. نسبة نسبة شفاء أفشة 100%. حتة مشاركة اللاعبين وأيضا طاهر محمد طاهر بعد برضو استبعاده عن مباراة المنتخب مصر الأولمبي وأيضا منتخب جنوب أفريقيا عشان الإصابة البسيطة، كان موجود النهاردة في التدريبات. كل لعيبة النادي الأهلي موجودة في التدريب بكرة إن شاء الله. النهاردة زي ما بقول لحضراتكم كان علي معلول وأيضا أليو ديانج هما اللي كان النهاردة خارج التدريب أو كان في تدريب استشفائي ليهم، لكن كل اللعيبة إن شاء الله جاهزة. حتة بقى مشاركة اللاعبين أفشة أو طاهر أو أكرم أو مين اللي يلعب، دي متوقفة على المدير الفني موسيماني.